اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات بوب لاين. ان شاء الله الحلقه دي هنرد فيها على الاسئله بتاعه المتابعين اللي سالوها على الحلقه بتاعه الرد على الاسئله اللي فاتت. هيكون معانا ثلاث اسئله. اول سؤال بيتكلم عن الاكل بتاع الكلاب، ثاني سؤال بيتكلم على النتي اللي بتاكل الجراوي بتاعتها، وثالث سؤال بيقول ان هو عنده جار وما بيقدرش ينفذ اوامر غير لما بياخد المكافئات يعني، فهنحاول ان احنا نرد عليهم في وقت سريع يعني. مبدئيا بالنسبة لموضوع الأكل، السؤال مقسوم على حاجتين، بيقول ازاي بتحدد كمية الأكل اللي الكلب بتاعك هياكلها، وتاني حاجة ان هو بيحط الأكل للكلب بتاعه وما بيخلصش الطبق بتاعه كامل. الموضوع سهل بس في نقطتين لازم تبقى فاهمهم. مبدئيا الكلب من أول ما بيتولد لحد ما بيتم سنة بيبقى اسمه بابي، ومن أول ما بيتم سنة لحد ما بيتم العشرة 15 سنة اللي بيعيشهم بيبقى اسمه أدلت، كلب بالغ يعني. دول النوعين اللي موجودين في الدراي فود. لما تنزل تشتري دراي فود بيبقى فيه نوعين، نوع بابي، البابي ده بيبقى سعره غالي عشان البروتين فيه، نسبه البروتين فيه بتبقى اعلى عشان الكلب بيبقى لسه نموه ما اكتملش فبيبقى محتاج نسبه البروتين دي. الادلت بيبقى سعره مناسب الى حد ما، طبعا بيختلف من المستورد والمصري والكلام ده اللي بيحدد السعر. بتنزل حسب الميزانيه بتاعتك، بتجيب الاكل اللي انت قادر ان انت تجيبه، مش الكلب بتاعك بيحبه او ما بيحبوش، وبتبدا ان انت تحطه للكلب بتاعك. بتحط الكلب بتاعك كل يوم الوجبه بتاعته في ميعاد ثابت، ده بيسهل عليك ان انت تدرب الكلب على موضوع الحمام عشان المعده بتبقى خدت ان انت مثلا بتاكل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. بعد الاكل ب 10 دقائق بيبدا الكلب ان هو يبقى محتاج ان هو يعمل حمام، فانت بتسهل على نفسك تدريب الحمام. تاني حاجه الكلب بيتعود ان خلاص في ميعاد بتاع الاكل بيبقى قاعد مستنيه وفي نفس الوقت بيبقى جعان. الموضوع محتاج ان انت تقوي قلبك شويه، بتحط الطبق بتاع الاكل للكلب 10 دقائق بالظبط وبتشيله. الكلب لحق يخلص اكل، ما لحقش انت بتشيل الاكل. بعد اسبوع او 10 ايام الكلب بيبدا يفهم ان الطبق مش بيكمل قدامه وقت كبير، فاول ما بتحط الطبق بيبدا ان هو يحط راسه في الاكل وما بيشيلهاش غير والطبق ممسوح. ده بخصوص الكلب بتاعك بيخلص طبق ولا لا. بخصوص الكميات بتاعه الاكل، كل شكارة دراي فود بيبقى عليها جدول من ورا، عليه العمر بتاع الجرو، وتحتها بيبقى فيه الكميه اللي انت بتديها للكلب بتاعك. كل شكارة اكل هتلاقي عليها الجدول ده موجود يعني. بالنسبه للفريش فود بتدي للكلب بتاعك بنسبه 2 او 3% من وزن جسمه، ولو محتاج ان انت تتخنه شويه بتبدا تزود، ولو محتاج ان انت تخسسه شويه بتبدا تقلل، وده هنتكلم عليه في حلقه يعني بتفصيل. احنا دلوقتي بنتكلم عن الدراي فود عشان انا باكل دراي فود. تاني حاجه انا باكل الكلاب بتاعتي دراي فود مصري، مفيش مشكله. انا كنت باكل الاول مستورد بس دلوقتي الظروف مش سامحه، فانا باكل مصري والكلاب بتاكل مفيش اي مشكله. تاني سؤال معانا من الاستاذ محمد فتحي، بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مبدئيا انت ليه مقلل في فيديوهاتك؟ انا رديت عليه في كومنت. ثانيا بعد اذنك وضح لي ما سأرويه. الكومنت ده فيه حروف مش مظبوطه فسامحوني لو في حاجات مش عارف اقراها فيه. انا عندي انتايا جيرمان ولدت 6 جراوي، واحد منهم كان كبير نسبيا، قلت ده اللي هيعيش ويبقى دبدوب، نمت عليه مات. بين قوسين اول واحد مات، واثنين كان القفص الصدري مجسم، قلت انهم ضعاف وكده كده هيموتوا. رميت واحد منهم حي لما شفت انه ضعيف جدا جدا، خفت تاكله، وخاصه انها اكلت واحد منهم امامي وهو حي. بين قوسين الجرو الضعيف الثاني، وواحد طلعت لم اجده ولم اجد له اي اثر. اتبقى 2، ظبطت المكان وقلت خلاص اهتم بيهم. الكلام ده كان بالليل، صحيت الصبح ما لقيتهمش. السؤال، هل الكلب اكلت الجراوي حيه ام احتمال يكونوا ماتوا بعد كده اكلتهم؟ ملحوظه، بعض الجراء لم تكن تستطيع الرضاء حتى لو شبطتهم في ثدي الام. الموضوع كله بدا الخميس الصبح، واسف للاطاله وارجو التوضيح ونصيحه وجزاكم الله كل خير. بص ربنا يعوض عليك خير، بس فعلا اتاكد ان الجرو مات بعد كده ارميه، فاهم؟ عشان ده ذنب كبير. تاني حاجه الجرو ده ممكن فعلا يعيش، ممكن يبقى عنده التهاب رئوي، ممكن يبقى عنده مشكله، تاني يوم تلاقي الجرو رجع خف وبقى دبدوب ومفيش فيه اي مشكله. خلينا نخش في الموضوع على طول. مبدئيا ان هي بتاكل الجرو بتاعتها لثلاث اسباب. اول سبب، لو هي بتاكل الجرو بتاعها وهو عايش، ده بتبقى مثلا هي ولدت في مكان، المكان ده هي خايفه ان حد في المكان ياذيها، مش مطمنه للمكان نفسه، فبتاكل الجرو عشان تخبيه اعتقادا منها ان هي بتخبيه. لو بتاكل الجرو، لو الجرو ضعيف وهي اكلته بتبقى عارفه ان هو هيموت فبتبدا تاكله عشان توفر اللبن اللي في صدرها للجراوي اللي فاضله. ثالث حاجه، لو بتاكل جرو وهو ميت بتبقى عارفه ان في حد هيدخل ياخد الجرو ويرميه فبتاكله برده اعتقادا ان هي تخبيه. تمام. انا سالتك في الكومنت وقلت لك ان تايا دي ولدت كام مره قبل كده عشان ابقى عارف هي بتاكل الجراوي بتاعتها ولا لا. قلت لي ان هي كانت دي تاني حيضه ليها واول جوازه واول ولده ليها، فهي ما عندهاش مشاكل سلوكيه. هو الموضوع كله كان طبيعي، بس انت حصل اكيد من عندك مشكله يعني، وقع منك حاجه من الثلاثه دول. ربنا يعوض عليك في الخلفه دي، بس حاول تخلي بالك من اللي جاي. النتايا اول ما هتولد اعتبرها زي البني ادمين اللي بيولدوا، انت بتبقى عارف هي هتولد امتى، من اليوم 58 بتبدا تركز. تمام. اول ما بتسمع صوتها انها ولدت بتدخل بتبدا تطمنها، تحط الجراوي على صدرها يبداوا يرضعوا، بعد كده تشيلهم، يا اما تشيلهم تفصلهم لو انت متاكد ان هي تاكل جراوي، يا اما بتفضل قاعد جنبها وتفضل تبعد شويه شويه وانت متابعها بعينيك بس ما تتدخلش، فاهم؟
اول ما تلاقيها بدات تاذي الجرايد تبدا تقول نو، زي ما انت قلت لي في الكومنت ان انت لو كنت لحقت كنت عملت، فالموضوع محلول. بس الفكره كلها ان انت يعني حاول تركز الخلفه اللي جايه واعمل بناء قلت لك عليه في موضوع الجرايد، ما ترميش جرو غير لما يموت. وسالتك يعني النتايه دي ولدت عندك قبل كده ولا لا، بس عشان اعرف هي دي مشكله فيها ولا لا. في ناس بتحب تربي نتي للانتاج كبيره، دي بتبقى ولدت عند حد قبل كده، ففي ناس ما بيبقاش عندها ضمير ما بتقولش المشاكل اللي عند النتايه، فانت ممكن تشتريها تلبس. انا عن نفسي بفضل ان انا اربي نتي صغيره او نتي لسه عندها مثلا 8 9 شهور، بحيث ان هي اول ولده ليها تبقى عندي وانا اللي ابدا ابقى متابع الموضوع ده. بخصوص تاني سؤال، تالت سؤال معانا من سيف خالد بيقول انا عندي كلب مش بيسمع الكلام غير بالمكافئات، هو نوع جيرمان شيبرد. رديت عليه في كومنت سالته تمام يا ريت توضح لي سنه قد ايه، قال لي 5 شهور و9 ايام. بص يا عم سيف، مبدئيا انا عارف ان الموضوع بيبقى بينرفز، بس هو عنده 5 شهور فهو لسه جرو صغير. انت اللي انت شايفها دي عمرها دلوقتي 5 شهور تمام، تعالى على نفسك وحاول تستحمل الموضوع لحد ما تعلم كلبك كل حاجه بالمكافئات، بما انه بينفذ بالمكافاه فانت حاول تستغل النقطه دي لحد ما يتم 8 9 شهور، بعد كده ابدا قلل المكافئات وتبدا تعاقب، فاهم يعني؟ انت دلوقتي هتبدا تشربه كل التدريبات اللي انت عايزها بالمكافاه اللي هو بيحبها وما بيرضاش ينفذ من غيرها لحد ما يوصل لسن معين، بعد كده بتبدا تغير الموضوع، بتبدا تمشي بقى بمبدا الثواب والعقاب.